الرحمن الرحيم، ان تنصر الله ينصركم. انا الملازم اول تامر شحاده من مرتبات الكليه الجويه، قال انشقاقي عن الجيش الاسدي الخان القاتل وانضمامي الى الجيش السوري الحر. والجيش الاسدي الخان ما هو الا اصابه عملت على حمايه النظام وازلامه ورعايه مصالحهم وخانه الشعب والوطن. ومن هذا المنبر اخاطب كل الضباط الشرفاء الاحرار من يسارعوا بالتخلي عن الجيش الاسدي لكي لا يكونوا نواه، لكن لا يكونوا شركاء في جرائم هذا النظام الظالم. وناشد عشائر الجزيرة بأن لا يرسلوا أبنائهم إلى الجيش الأسدي الفاجر لكي لا يكونوا أداة يستخدموا النظام في جرائمه. والنصر بإذن الله قريب، ويحسبونه بعيد ونراه قريبا. الله أكبر.